كوني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي. بصفتي مواطن بسيط ينتسب إلى مدينة حلب العريقة الحضارية التراثية، وبصفتي أحد أعضاء مجلس الجالية الحلبية في دولة الكويت، وبصفتي كذلك عضو في جبهة علماء حلب، أردت أن أتجول في محافظة حلب ريفا ومدينة، أتنقل بين الناس، أتحاور معهم، أتحدث معهم، أرى معاناتهم، أعيش معهم لحظات القلق والهم والتعب، أسير بينهم وأستمع إليهم مع مجموعة من الشباب الخيرين. تجولنا في العديد من المناطق والقرى والأرياف وفي مناطق مدينة حلب تحديدا، عشنا ولمسنا الوضع الإنساني السيء والصعب. أستطيع أن أصف شيئا مما شاهدته، الوضع مزري حقيقة. إذا أردنا أن نتكلم عن الخبز مثلا، وهو قوت الناس اليومي في الأيام القليلة الماضية في مدينة حلب تحديدا، فقد الخبز، وصلت ربطة الخبز إلى 220-250 ليرة في بعض المناطق. إذا أردنا أن نتحدث عن المازوت، وهو المادة الرئيسية في التدفئة، ونحن الآن في فصل الشتاء، في المادة التي تدير الآلات والمعدات، هذه المادة تكاد تكون غالية الثمن، أصبحت أغلى من البنزين. إذا أردنا أن نتحدث عن البنزين نفسه، أصبح يباع بكميات بسيطة في الأرصفة والشوارع والبقالات. إذا أردنا أن نتحدث عن الاتصالات، الاتصالات للأسف سيئة جدا. 11 مكتب مختص في جوانب الإغاثة والطبابة والإسعاف والإعلام وأمور متعددة. الحقيقة نحتاج إلى هذه الجهود. هذا الشعب الحضاري، الشعب الصامد، الشعب الصابر، الشعب الخلوق، الشعب الملتزم، يستحق الحقيقة وضعا أفضل مما هو عليه اليوم. أنا أريد أن أوجه نداءات بسبب ما لمسته على أرض الواقع. أريد أن أوجه نداء أولا إلى العلماء والمشايخ وطلبة العلم. الناس تحتاجكم، الناس تريد من يوجهها، من يتحدث معها، من يتلمس معاناتها. فاجأني أن أجد كثير من المساجد لا يوجد فيها خطباء ولا أئمة. هذا شيء مؤسف. حلب وريفها هي الأزهر الصغير، أين علماؤها؟ أين مشايخها؟ أين طلبة العلم فيها؟ وجه نداء آخر إلى إخواني الأطباء. لا يوجد أطباء بعدد كافي في المدينة وفي الريف. أين الأطباء؟ كنا نمر على الشارع الواحد فنجد أكثر من 100 لافتة للأطباء بكافة تخصصاتهم. أين هم اليوم؟ أحزنني أن أمر على إحدى المستشفيات الميدانية فأجد نجارا عمله خياطة العمليات الجراحية، ترك النجارة لأجل أن لعدم وجود المختصين في هذا المجال. أين إخواننا الأطباء؟ أوجه نداء ثالثا لإخواني التجار المقتدرين من أهل الخير، أذكرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أين أنتم يا إخواني؟ هناك مشكلة في مدينة حلب وفي ريفها. مررت على العديد من مكاتب الإغاثة والجمعيات الخيرية، نسبة ما يقومون به لا يسد إلا 35 من الاحتياجات التي يحتاجها المدنيون والمحتاجون من السكان. هناك إذن عندنا ثلثي السكان لا يجدون من ينظر إليهم، من يمد إليهم يد المساعدة. أناشد أهل الخير وأهل المال أن يبادروا ويسارعوا ويدعموا الجهات الإغاثية، أو يبادروا بأنفسهم للوصول لأهل الحاجة. نحتاج في هذه اللحظات الصعبة التي يمر بها وطننا وشعبنا وبلدنا، نحتاج
إلى التكاتف والتعاضد والتراحم، وأن نتعاون في الخير، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله عز وجل أن يرفع الكرب والبلاء عن أهلنا في بلاد الشام، إنه نعم المجيب، والحمد لله رب العالمين. موئله لنا يا ربنا زاد
العنان.